كانت أجمل هدية يقدمها الخطيب إلى زوجته المستقبلية هي أن يوديها للسينما. صحيح مرات تلزق وياهم الأماية والأخوت والقالة والعمة، ويضطر العريس يحجز مقصورة بدل مقعدين الحبيبين اثنين بآخر صف، ودور السينما في بغداد والمحافظات العراقية هي مقصد للشباب والعوائل الكريمة اللي كانت تتحضر إلى يوم السينما كأنهم رايحين سفرة سياحية. منا الكرزات ومنا اللفات والفواكه وغيرها، أما البيبسيات والشامية فموجودة ومبذولة بالسينما طبعا. وكان من الطبيعي أن نشوف طالبات الكلية يروحوا للسينما يتفرجن على فيلم الخطايا لعبد الحليم حافظ، وكنا إحنا الشباب عندما نقرر نروح للسينما لازم نطلع على الصحف أولا حتى نشوف عناوين الأفلام اللي تنشر يوميا في معظم الصحف المحلية، وإذا ما حصلنا جريدة بذاك الوقت كنا نضطر نفترع السينمات كلها من شارع الرشيد إلى نهاية شارع السعدون، نطلع على البوسترات ونقيم الأفلام والممثلين قبل ما نقرر اختيار السينما والفيلم المناسب. تعرفون أنه في العام 1960 بلغ عدد دور العرض في بغداد وحدها 85 دار ضمت 100,000 مقعد، في الوقت اللي كان بيه عدد سكان العراق ما يتجاوز 5 مليون نسمة. ويعود تاريخ السينما في العراق إلى بداية القرن الماضي وتحديدا في عام 1911 وبرعاية والي بغداد أحمد جمال بيك، وبعد غروب الشمس تم تقديم عرض سينمائي صامت في ساحة بستان أم الواوية في محلة العوينة بجانب الرصافة، وكانت هناك لوحة بيضاء صغيرة تظهر عليها كتابة توضح حركة القطار أو تشيع جنازة ملك إنجلترا أدوارد السابع. وأقيمت أول سينما في بغداد أطلق عليها سينما بلوك، كان يرتادها الأهالي مشاهدة الألعاب الخيالية بموجب بطاقة. ومع دخول الجيش البريطاني إلى بغداد عام 1917 دخلت الكهرباء وشهدت العديد من مناطق بغداد عروض سينمائية في الهواء الطلق نظمتها دائرة الاستعلامات البريطانية، وتهافت أهالي العراق لرؤية هذه الظاهرة الجديدة اللي كان يسموها البدعة الحلوة المسلية وبعضهم كان يسميها ألعاب. وتهافت رجال المال العراقيين على استيراد هذه البضاعة المضرة للأرباح. وخلال السنوات 1920 إلى 1928 شيدت العديد من دور العرض، وكان ممولها رجال التجارة من المواطنين اليهود العراقيين. ففي عام 1920 أنشأ تاجر سينما سنترال في منطقة حافظ القاضي في شارع الرشيد ليستبدل اسمها فيما بعد إلى سينما الرافدية. وهاي السينما شهدت نزال بالمصارع بين المصارع العراقي مجيد لولو والألماني هر كريمر عام 1925. وعند افتتاح سينما الوطني في محلة سيد سلطان علي عام 1927 عرض الفيلم الأمريكي الشهير ألف ليلة وليلة. ثم افتتحت سينما رويال التي حلت محلها عمارة وقوف السيارات عند نفق الرصاف، وكان فيها مسرح قدمت عليه العديد من الفرق المسرحية والاستعراضية أعمالها، فرق حق الشبلي وبشارة واكيم ويوسف وهبي وفاطمة رشدي وجورج أبيض ومنيرة المهدية. ودخل إلى قلوب العراقيين صغارا وكبارا الفنان العالمي شاري شابلن بحركاته الضاحكة. في سنة 1928 وصلت للعراق الأفلام السينمائية الناطقة، ويعتقد أن يكون فيلم ملك الموسيقى أتلانتس أول فيلم ناطق عرض في بغداد، إذ كانت قبل هذا التاريخ جميع الأفلام صامتة، وكان يسعان بعازفي بيانو لترافق الأفلام الصامتة كموسيقى تصويرية. ومع تقدم العمران في شارع الرشيد في الثلاثينيات شيدت سينما الزوراء الشهيرة في المربعة والرشيد الشتوي والصيفي، ثم بنى المرحوم إسماعيل شريف العاني سينما الحمراء وبدأت عروضها أولا بالأفلام الأمريكية، بعدها تخصصت بالأفلام العربية. وهذه السينما احترقت فيما بعد وحلت مكانها بناية البنك المركزي العراقي، وبنيت سينما الهلال في ساحة الميدان التي شهدت افتتاح أولى حفلات أم كلثوم عام 1932 وكان فيها جناح خاص للنساء. وبدأت كذلك سينما سنترال بإقامة حفلات خاصة للنساء عام 1932 أيضا، واستمرت لسنين عدة. ثم أقدمت عائلة عيسائي وبيت مسيح عام 1936 ببناء مجمع سينما روكسي الشهير. ومن لطائف الأحداث في الخمسينات أن سينما روكسي عرضت فيلما اسمه أرقص مع الروح، وكانت هذه موجة جديدة في أوروبا. وعندما خرج الشباب بعد انتهاء العرض تحول شارع الرشيد إلى كرنفال للرقص. ومن أطرف المواقف في تلك الفترة أن البعض يفضل الدخول إلى المواقع القريبة جدا من الشاشة لاعتقادهم أنهم سيشاهدون الراقصات بشكل أفضل، وبالأخص عندما يكون رقص حي كاريوكي أو سامية جمال. وفي يوم 6/12/1934 عرضت سينما الوطني فيلم الوردة البيضاء لمحمد عبد الوهاب، بينما عرضت سينما الزوراء فيلم أنشودة الفؤاد للمطربة نادرة والملحن زكريا أحمد. وابتدأت الأفلام الغنائية والكوميدية تغزو دور السينما التي تدر الأرباح على أصحاب.
مثل الوردة البيضاء ويحيى الحب وممنوع الحب وغيرها، وأفلام أم كلثوم، ويتجد في فيلم وداد ونشيد الأمل ودنانير. وممن تركوا أثراً في دور السينما العراقية هو الأستاذ حبيب الملاك الذي جاء من البصرة في الأربعينات واقتحم هذا المجال الذي كان محتكراً من قبل اليهود، وقام ببناء أحدث دار سينما في العراق هي سينما النجوم عام 1949 في الموقع الذي كانت تحتله وزارة الإعلام سابقة ومقابل سينما غازي، وقام في تلك الفترة باستضافة الفنانين المصريين مع أفلامهم في حفلات العراق عرض الأول، وشاهد الجمهور العراقي نعيمة عاكف والتي كانت تتمتع بشعبية كبيرة، ومحمود شكوكو مع شفيق جلال ومحمد الكحلاوي وثريا حلمي وفهمي أمان وفهمي